كدولة بنستفيد فوراً ب 35 مليار دولار أمريكي بيدخلوا الدولة المصرية، وأعتقد هذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة تدخل في أي وقت وفي أي سنة وفي أي تاريخ للدولة المصرية. كل الفضل يعود للقيادة السياسية للدولتين في هذا الموضوع. مش سهل أبداً إن حد يحط 35 مليار دولار في شهرين، مفيش في العالم كده. فرأت الإمارات بأن رأس الحكمة والأرض والبنى التحتية هي الصح. الآن استطيع أن نقيم مشاريع عليها لأن مصر أدت الجزء المطلوب منها وأسست بنى تحتية، والقطارات اللي تعملت والمطارات اللي تعملت. طوال الأيام الماضية شغل الإعلام بمكاسب مصر من صفقة رأس الحكمة، أكبر صفقة في تاريخ مصر، والتي أنقذت مصر من مأزق كبير بحسب ما أجمع خبراء الاقتصاد. لو حبيت أقول لك الصفقة دي صارت قد إيه، لو رجعنا 10 سنوات للخلف هتلاقي متوسط ما حصلنا عليه من استثمار أجنبي مباشر في 10 سنوات اللي فاتوا لا يزيد عن 66 مليار دولار. نحن الآن نتحدث في شهرين عن 35 مليار دولار. هذه الصفقة المدروسة جيدا عديمة المخاطر، هتغير الصورة الذهنية تماما بالنسبة للاستثمار في مصر من قبل المستثمرين الأجانب. الاستثمار الأجنبي المباشر اللي هو يعنينا، لأنه بيجيب معاه التمويل وبيجيب معاه التكنولوجيا وبيجيب معاه الخبرة. لكن ماذا ستجني الإمارات مقابل استثمارها 35 مليار دولار في مصر؟ جرت صفقة رأس الحكمة الضخمة بقرارات مباشرة من قيادات البلدين، الأمر الذي ساهم بتسريعها لإنقاذ الاقتصاد المصري في الوقت المناسب. ولهذا أشادت القيادة المصرية بما بذلته القيادة في دولة الإمارات من جهود لإتمام الصفقة وإيداع قيمتها في البنك المركزي المصري في أسرع وقت ممكن. لازم أوجه الشكر لأشقائنا في الإمارات وعلى رأسهم فخامة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، وده شكل من أشكال المساندة والوقوف والدعم. الشركة اللي دخلت معاك في شراكة اللي هي ADQ في مشروع رأس الحكمة، جابوا فلوس قال لك اتفضل فلوس المشروع كلها ايه على الترابيزة. هو دعم إماراتي مباشر لمصر إذن، وليس مجرد استثمار وفق ما تقول القيادة المصرية، وهو ليس الدعم الإماراتي الأول. ففي ظل الظروف العصيبة التي عاشتها مصر في عام 2013 كانت الإمارات في مقدمة الداعمين لمصر. فجه الشيخ محمد وعارف إيه المطلوب، هو الدعم. مش أنا قلت له، والله العظيم ما قلت له. والشيخ محمد في الوقت ده نظم مع الأشقاء الدعم اللي هيتقدم لمصر. العلاقات بين الإمارات ومصر عميقة وتاريخية. مصر كان لها موقعا متميزا في قلب المؤسس رحمه الله الشيخ زايد بن سلطان، كان يعدها قلب العالم العربي. هدف الإمارات الأساسي إذن كان استقرار مصر، والقيادة الإماراتية تدرك أن استقرار الشرق الأوسط مرهون بشكل أساسي باستقرار دولة مهمة مثل مصر. وفتحت تلك الصفقة الطريق أمام مصر لتدفق مليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. الاتفاق مع الصندوق بنحو 8 مليار دولار، الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي نحو 8 مليار دولار، تعاون مع البنك الدولي. إذن مصر تجني ثمار اتفاقية رأس الحكمة التي ضخت إلى مصر نحو 35 مليار دولار. أما استثمار الإمارات في المشروع الواقعي على ساحل البحر المتوسط فقد كان هائلا بالفعل، فالمبلغ المرصود لتطوير رأس الحكمة يبلغ 24 مليار دولار، بالإضافة إلى 11 مليار دولار سيتم تحويلها من ودائع إلى استثمارات. لكن هذا المشروع سيكون مربحا للإمارات ولمصر أيضا، فمن المؤكد أن الخطط طموحة لمشروع رأس الحكمة الذي تبلغ مساحته 3 أضعاف مساحة منهاتن، ويقع على الساحل الممتد غرب الإسكندرية باتجاه ليبيا، وهي مساحة خلابة. وتنوي القابضة ADQ صندوق الثروة الإماراتية الذي يقود صفقة رأس الحكمة تحويل المنطقة إلى وجهة ذات جاذبية عالمية، وتعد بتوفير مرافق سياحية راقية ستكون مقصدا للسياح من جميع أنحاء العالم.
فرأت الإمارات بأن رأس الحكمة والأرض والبنى التحتية هي الصح. الآن استطيع أن نقيم مشاريع عليها لأن مصر أدت الجزء المطلوب منها وأمنت المنطقة بطريقة سليمة وأسست بنى تحتية والقطارات اللي تعملت والمطارات اللي تعملت وشبكات النقل اللي صارت والخدمات اللوجستية اللي صارت وخدمات الاتصالات اللي عندكم أشياء جبارة عملتها مصر. الأمر اللي تخلي المستثمر اللي يفكر صح يخش في هذا الوقت وهو صح. وستبدأ أعمال التشييد في المشروع عام 2025 حيث حددت مصر هدفا يتمثل في جذب 8 ملايين سائح سنويا إلى الوجهة، وهو هدف طموح أيضا بالنظر إلى أن البلاد بأكملها استقبلت 14,900,000 زائر العام الماضي. الطموح أيضا أن تكون رأس الحكمة وجهة سياحية على مدار العام وبسبب مساحتها الكبيرة التي تصل إلى 178.8 مليون متر مربع، أي أكثر من 40,600 فدان، يمكنها أن توفر الفرص الاستثمارية بمجالات الترفيه كافة. المنطقة من أجمل مناطق العالم عندنا في مصر رأس الحكمة، هيترتب عليها استثمارات كبيرة جدا ضخمة، هتجذب قدر كبير من الاستثمارات في مختلف المجالات سواء كانت لتجهيز البنية الأساسية، تحلية مياه وصرف صحي وغيرها، إلى منتجعات سياحية، إلى فندقة، مدينة ملاهي، كل ما هو مرتبط ببنية، وفي برضو منطقة صناعات خفيفة. فهي مدينة متكاملة بتشمل كل الأنشطة الاقتصادية المتكاملة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وبالتالي هتجذب استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار كما ذكر على مدار الفترة استكمال هذه المنطقة. فهي الحقيقة طفرة هائلة في مجال الاستثمار المتعدد الأبعاد وهيجذب سياحة. يمثل الاستثمار الإماراتي إذن خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر. فالمشروع سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات وفنادق عالمية على أعلى مستوى ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى جميع الخدمات العمرانية مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية، وكذلك منطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية لخدمة المدينة، فضلا عن إنشاء حي مركزي للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات العالمية لتكون موجودة في هذه المدينة. عندما نتكلم في نقطة يسلط الضوء عليها بس حتى يعرف الناس إيش هي رأس الحكمة، رأس الحكمة باختصار شديد أجمل عاصمة من العواصم العربية في العالم لا يختلف عليه تام، كعاصمة هي أبو ظبي وكمدينة اقتصادية هي دبي. فتخيل لما أجيب لك نموذج أبو ظبي وأحطه في لك في رأس الحكمة والاستثمارات اللي ما عملتها في أبو ظبي وحجمها، فكان أجيب لك أبو ظبي كلها ورح نزلها لك على مساحة رأس الحكمة. المشروع كله يعادل 25% من مدينة أبو ظبي عاصمة الإمارات. فمعناتها لما أنا نجحت في عاصمة أبو ظبي كحكومة أبو ظبي وكشركات أبو ظبي وأبو ظبي القابضة، ما راح تتعب لي 25% اللي أنفذها في خلال 4 سنوات أو في خلال 5 سنوات أو حسب المدة المتفق عليها. أضف إلى ذلك هي لن تكون مدينة متحضرة أو مدينة متقدمة، سموها مدينة من الجيل القادم، يعني جميع أنواع التكنولوجيا من روبوتات، من ثورة صناعية رابعة، من خدمات مؤتمتة، يمكن اللي لسه ما صارت في أبو ظبي هتستوي في مصر. إذن وكان هي رسالة عربية للعالم بأننا كلنا مع مصر نحو التقدم والمستقبل المتطور. الوسط المصري سيتم توفير بسبب هذا المشروع، ستتولد مشاريع تتبع لهذا المشروع فتعمل على توظيف بإذن الله قرابة 20 مليون وظيفة. كما أن مدينة رأس الحكمة ستطل على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية الموجودة في البحر المتوسط كي تستفيد منها. وإضافة لكل ذلك تم الاتفاق على إنشاء مطار دولي جنوب المدينة.
هيتم إنشاء مطار دولي جنوب المدينة. سيتم التعاقد مع شركة أبوظبي التنموية لتطوير وتنمية المطار، ويكون للدولة المصرية حصة من عوائد اللي بتطلع من هذا المطار. وإذا كانت بعض الدول تنفق المليارات للاستحواذ على فندق سياحي على الساحل، فالإمارات ستنشئ هنا مدينة متكاملة بها عشرات المنشآت السياحية العملاقة، وهذا يعني مليارات الدولارات من الأرباح سنويا للإمارات وأيضا مصر التي سيكون لها نصيب من تلك الأرباح. سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع. تستفيد الإمارات إذن من الاستثمار في مشروع واعد يسهم في جهود تنويع اقتصادها، ويحقق أيضا هدفا رئيسيا يتمثل في دعم الحليف الرئيسي لها في المنطقة، والتي تدرك أن استقراره ضمانة لاستقرار وأمن المنطقة.